أهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أبلغ أطباء هداس الأسير المريض معتز عبيدو من الخليل والمحتجز في عيادة سجن الرملة أنهم عاجزون عن توفير علاج لوضعه الصحي، ويعاني الأسير عبيدو نتيجة لإصابة تعرض لها في اعتقاله عام 2011 من شلل نصفي، إضافة إلى أنه يعتمد على أكياس للإخراج. جاء حديث الأسير لمدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إثر زيارة قام بها لعيارة سجن الرملة، وأوضح أن الأسير عبيدو تدهور وضعه الصحي، طرأ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى خارجي، إلا أن الأطباء أكدوا له أنه لا علاج لحالته وسيبقى مدى الحياة على وضعه الصحي. وحول مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، طالب أسرى إيش كافة الجهات الحقوقية والدولية ومنظمة الصحة العالمية وجميع المؤسسات الطبية بتشكيل لجنة قانونية وطبية لفحص آثار أجهزة التشويش والإشعاع المركبة في أرجاء السجن، والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم. هذا وتظاهر العشرات للتضامن مع أسرى ذوي الاحتياجات الخاصة في السجون الإسرائيلية في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث يوجد أكثر من 180 أسيرا في سجون الاحتلال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يخص ملف استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، تعهد رئيس لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات اللواء توفيق الطراوي بالكشف عن المتورطين والمتواطئين باغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالأسماء خلال مؤتمر صحفي قادم لم يعلن عن موعده. وأضاف الطراوي توقع أن يتم اتهام أحد أعضاء اللجنة أو الرئيس بقضايا تمس بالسمعة، وتوقع الاغتيال الجسدي بالوكالة لأننا في الربع الساعة الأخيرة من التحقيق على حد وصفه. وفيما يخص ملف المفاوضات، قال الطراوي إن المفاوضات هي مفاوضات عبثية ولا يمكن أن تخرج منها أي شيء. ومن مصر فقط، توفي الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم صباح اليوم عن عمر يناهز 84 عاما. وورد الشاعر المصري في أيار عام 1929 في قرية كفر أبو نجم في محافظة الشرقية، ويعد نجم أحد أهم شعراء العامية في مصر، وكثيرا ما يترافق اسمه مع الملحن والمغني الشيخ إمام، إذ تلازمت أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيري الذي بدأ بعد نكسة حزيران عام 1967. وفي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء. وأخيرا، أغاني تحاكي الواقع الفلسطيني، وهذه الأغنية عن ما وصل إليه إضراب المعلمين. فأصدر الفنان الشعبي الفلسطيني شادي البوريني أغنية جديدة في ظل تداعيات إضراب المعلمين وقرارات محكمة العدل العليا بعنوان الحكومة بدهاش. البوريني اشتهر بالكثير من الأغاني الشعبية التي كان يغنيها لمناسبات تحصل في فلسطين وقضايا تهم الشارع الفلسطيني. فاضوا شكلوا ناوي اللي يجيب البلاوي بالفوض بالهداوي والحكومة بدهاش والأستاذ البلجلو مش لازم نستغلو بدنا حقه يوصلو والحكومة بدهاش بدنا نقدر يا خي المسير التعليمي ونتحمل مسؤولية والحكومة بدهاش. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.watan.tv. إلى اللقاء.